بالمناسبه خليني بس قبل ما انسى، في برضه قضيه ثانيه بالنسبه لبارييه، حاجه جديده برضه اتمنى ان انت برضه يعني تتبناها معايا. بارييه كان له بيانو في باريس فتره المنفى اللي هو كان فيها هناك دي، اشتراه، كان بيانو قديم تحفه من يعني من زمن، كان اظن كان نابليون الثالث حاجه كده قديمه قوي، وكان لحن عليه كل اغانيه هناك في باريس. هذا البيانو محتاجين ان احنا نرجعه مصر. بتتكلم بيانو لحن عليه بليغ اجمل الحانه بما فيها اللحن الاخير اللي هو بودعك. هذا البيانو موجود عند صديق ليه هناك في باريس، ولما يجي يرجعه قالوا له ده يعني هيتعامل معامله الاثار او حاجه كده بمعنى الجمارك عليها تبقى غاليه قوي. فهو لو دخل عن طريق مثلا وزاره الثقافه، يا ريت، يعني اتمنى انت توصل صوتك لوزيرة الثقافه الفنانه دكتوره نفين، هذا البيانو بليغ حمدي الموجود في باريس وممكن الوزاره تجيبه، وهتجيبه بملاليم. وممكن إذا في صديقنا اذا كان اللي بيمتلك البيانو على استعداد لتسليمه بالفعل للحكومه المصريه ونفسه يهديه لدار الاوبرا المصريه، اتحط باسم بليغ في دار الاوبرا المصريه بيانو بليغ حمدي. طبعا طبعا احنا طيب. كده عندنا حاجتين احنا متبنيينهم جداً. اللحن الجديد، وده شيء غريب جدا، اللحن الجديد حاجه تعمل مداخله بتاع بليغ تقول له فين اللحن وبيانو بليغ. دول قضيتين، دول على فكره دول يعني انفراد ليك والله، يعني دول قضيتين انا بشخصي نفسي تتبناهم معايا ونحققهم الحقيقه معاك 100%. وانا هنا بقى بما ان احنا تبنينا مع بعض قضيتين، انا عندي حاجتين نفسي فيهم. نفسي ان انا استضيفك ونتكلم على بليغ الاثنين مع بعض. يا خبر ابيض، يلا بينا. يا شرف ليا. لا ده انا اللي اتشرف، مش كده.